حنيفة تعتقد أن الإسلام هنا وأن الإسلام مقابل للجنس. في الحقيقة التصورات هذه غلطة، والتصورات هذه قائمة على خلط كبير بين الإسلام وبين المسيحية، لأنه في المسيحية الجنس هو نجاسة، والتصور المسيحي يقوم على الخطيئة الأصلية البشي أوريجينال، الخطيئة الأصلية اللي هي في تصورهم هما أنه آدم وحواء مارسوا الجنس يتعاقبوا بالهبوط من الجنة إلى الأرض ويقعدوا يعانيوا في حياتهم كاملة، وهذاك مفهوم الذنب، الرجل بالعمل والمرأة بالولادة والتربية، هذا في التصور التقليدي المسيحي. في الإسلام هذا الكل ما فماش، والدليل أنه لا رهبنة في الإسلام كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. في مقابل ذلك نلقاه عند المسيحيين عدد كبير من الرهبان اللي يمتنعوا عن الزواج، وهذا داخل في وظيفتهم باعتبارهم رهبان. إذا نراه منذ المنطلق وجود فرق كبير بين الإسلام والمسيحية في تصور الجنس. أكثر من ذلك، الخطيئة الأصلية مش موجودة في الإسلام، حتى لما يتحدث الله تعالى عن آدم وحواء والاقتراب من الشجرة اللي نهاهم عليه إبليس، ومن بعد اقتربوا من الشجرة، لا يتحدث على علاقة جنسية، لا يقول اللي حواء هي اللي أغوت آدم، بالعكس في القرآن فأزلهما الشيطان عنها، الاثنين مسؤولين، ولا يقول أنه مارسوا علاقة جنسية ولا شيء، يتحدث على العورة اللي ظهرت، السوء اللي ظهرت، والسوء هذه ما عندها حتى علاقة بممارسة علاقة جنسية على حسب المفسرين. وثم شكون أبعد من ذلك، شكون يمشي لأنه العورة هذه هي عورة رمزية، معناها ضعف الإنسان وعجزه عن المعرفة المطلقة. المهم أنه الإسلام ما عنده حتى مشكل مع الجنس. بالطبيعة الإسلام نظم الجنس، والجنس لابد أنه يتنظم، لأنه في أصل الطبيعة البشرية احنا قائمين كلنا سواء كنا مؤمنين أو غير مؤمنين على قانون منع جنسي. القانون هذا هو قانون منع الزواج بالمحارم، منع لانسست، يعني منع الطفل الوليد من أنه يتزوج بأمه، والبنية من أن تكون لها علاقة جنسية وتتزوج أبوها، لأنه هذا القانون الأساسي اللي يمكن الإنسان باش يتجسم فعلا ويكون عنده أم وأب وما يكونش ثم اختلاط أنساب، هو قانون شامل لكل المجتمعات كما وضح ليفي شتراوس. لأن لابد من تنظيم العلاقات الجنسية، والإسلام نظمها وفق مقاييس تتسع وتضيق على حسب الأزمان. كما نعرف قبل مثلا وقت كان موجود الرق والعبودية، كان يمكن أنه الرجل تكون له علاقة جنسية مع الجارية متاعه، فيما بعد تطور التنظيم هذايا وألغي الرق وأصبحت تصورات أوسع من هكا، إلى درجة أنه الإسلام يشجع ويدفع إلى كل العلاقات الجنسية المنظمة الشرعية اللي ما فيها حتى مساس بالمجتمع ولا مساس باختلاط الأنساب. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يشجع على الزواج ويعتبر أن الزواج هو نصف الدين، وحتى في حياته الخاصة وفي الأخبار وفي الأحاديث اللي دايرة به ما كانش عنده حتى مشكل وحتى تحرج من الحديث عن الجنس في إطاره الشرعي المنظم. مثلا نحكي حكاية هذه صايرة في صحيح البخاري، مرة من المرات جات امرأة عرضت نفسها على الرسول صلى الله عليه وسلم، معناها عرضت على نفسها باش تتزوجه وإلا باش ياخذها من ملك اليمين بتاعه، صعد فيها نظرة وصوابه كما يقول الخبر في صحيح البخاري وسكت. ثم رجل قاعد غادي يفهم أن المرأة هذه يبدو أنها ما عجبتش الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الرسول هل تزوجها لي؟ يعني نجمش ناخذها أنا. شاوروا المرأة ووافقت المرأة باش تاخذ الرجل هذاك. الرسول قال له اش عندك؟ عندكش مهر؟ عندكش حاجة تعطيها لها؟ قال له شوف حتى خاتم من حديد. هذا دليل على أن المهر ما هوش قضية بيع وشرية ولا مال يتدفع، بقدر ما هو أمر رمزي عنده أبعاد أخرى اجتماعية. قالوا شوف خاتم من حديد، قالوا ما عنديش حتى خاتم من حديد، قالوا هاو عندي اللبسه اللي بتاعي الازار بتاعي طبعا نعطيه نصفه. حك الرسول قالوا شنو تلبس هي شطر تتعرى انت ولا تلبس انت شطر تتعرى هي؟ ايش عندك تحفظي شويه قران على الاقل؟ قالوا نحفظ قران. قالوا به زوجتك اياها بما معك من القران بسوره كذا وكذا وكذا. ترى قداش الامور كانت بسيطه. اكثر من ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هو حي طبعا، ولكن ما كانش عندك التحرج المبالغ فيه من الحديث عن الجنس. لما مره من المرات جات امراه تحكي له على علاقتها الحميمه مع رجلها وكيفاش انه مش قادر مش يرضيها جنسيا، ثم واحده من ساغه ديك جات قالت اوقفوا هذه مما تجاهر به عند رسول الله، يعني تصرف تقريبا التصرف اللي يتصرفوه اغلب المسلمين تو. الرسول فحب بالعكس وطلب من المراه باش تكمل الحديث نتاعها. الأمثلة متعدة، الحديث بعض المستشرقين أو المتهجمين على الإسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم لما أعجب بزينب بنت جحش، مرة وفيه حتى إشكال لأنه متلائم مع روح الإسلام. شنو الإشكال والرسول صلى الله عليه وسلم وهو رجل وهو يقول أنه بشر يوحى إليه أعجب بامرأة، شافها وعجبته، وين المشكل؟ وين المشكل أنه راجل يعجب بامرأة أو أنه امرأة تعجب برجل؟
المشكل مش في الشهوة الجنسية، مش في الرغبة الجنسية، المشكل وقت الرغبة الجنسية أو الشهوة الجنسية تتحقق بطريقة فيها ضرر بالمجتمع، بطريقة غير شرعية، بطريقة تؤدي إلى اختلاط الأنساب. إذا حفظ الفرج اللي تحث عليه الإسلام ما يقومش بالكبت وبمنع العلاقة الجنسية، وإنما بالعكس الإسلام يدعو إلى حفظ الفرج بممارسة الجنس في إطار المنظم، وهذاك علاش يشجع على الزواج. هذا الكل أمر عميق جدا يلزمنا نقف عنده باش نفهموا أن العلاقة بين الدنيوي والمقدس في الإسلام هي علاقة وثيقة. وناخذ الحديث هذا متاع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو حديث معروف برشا. يقول الرسول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. الحديث هذا عميق جدا، لأنه في الآن نفسه نلقاه في نفس الجملة الطيب والنساء، النساء باعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجل يتحدث عن النساء، والصلاة. يعني العلاقة بين البعد الدنيوي الحياتي المتاع الجنسية أو غيرها والبعد الأخروي هي علاقة وثيقة. المسلم مش بالضروري كما يحبوا يقدموه لنا اليوم لازم يكون إنسان تاعب ومعذب ومكبوت ومتأزم وما يجمش يغزر المرأة وما يجمش يضحك معاها إلى آخره إلى آخره، أو العكس المرأة ما تجمش تغزر الراجل. لا، الإسلام متفتح جدا في حدود العلاقات الشرعية. المسلم يجب يكون إنسان فرحان، بالعكس الإنسان اللي مرتاح مع ربي ما يكون كان فرحان، يكون إنسان متمتع وشيخ ويحفظ الفرج متاعه بممارسة علاقات جنسية منظمة في إطار الاعتقاد والإيمان بأن الله عز وجل خلقنا وخلق فينا هذه الفطرة التي لا يجب أن ننفيها، والتي يحاول البعض تأثرا واعيا ونتصور أنه لا واعي في أغلب الأحيان بالمواقف المسيحية من الجنس اللي هي ترفض كما رأينا واللي هي مختلفة تماما عن جوهر العقيدة الإسلامية.